التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وأشواطنا تتوالى بالانطلاق. أشواط الانتاج والمنتجين في سن الحقائق تتواصل. نتواصل مع الشوط الخامس عشر في أشواط صباحي هذا اليوم. ميدان دستور أحد أفرع المرموم تنطلق فيه هذه الأسماء. الشوط الخامس عشر خاص بالإبكار الحقائق. انطلقت كل الآمال وكل الشعارات بحثا عن الفوز والناموس. نبحر مع دانات الأصالة، نتقدم إلى المراكز الأولى. وهذه انذار سهيل بن سيف بن كلثم الخيالي تتصدر على القائمة وتقود المركز الأول. المركز الثاني مع بن قطامي من الجانب الآخر تتقدم بشعارة وتحدياته. المركز الثالث وهذه الشاهينية على ثالث المراكز، علي بن خميس بن محمد الخذيري يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع طماعة معضد بن محمد بن هلال المزروعي على المركز الثالث. المركز الرابع بن سالمين يتقدم مشاهدينا الأعزاء. وهذه خزامة حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري يأتي بهذه اللحظات. بعد خزامة إلى المركز الخامس شان حارب بن مغير العميمي يقدم شان في هذه الانطلاقات، بينما المركز السابع في هذه الانطلاقة الظبي محمد بن مسلم بن هيا العامري أيضا تدخلت بقوة مع هذه الانطلاقات. وشعارك يا الصعب مع هجر محمد بن سلطان بن مرخان في المركز السابع. المركز الثامن ثامن المراكز وهذه تواجدت مزون عبد الله بن يوعان بن عبد الله المهيري أو المهرياتي بهذه الانطلاقات. بنشوف هناك دخول في هذه اللحظة على المركز التاسع. الذاير سعيد بن سليم بن عبد الله الجنيبي. والمركز العاشر وين العاشرة تدخلت بقوة رقم أربعة. هذه تواجدت مود سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي. هذه العشر المراكز الأولى في الشوط الخامس عشر مع الحقائق الإبكار في الانتاج والمنتجين مع هذه الانطلاقات. بنروح هناك مع أبو سلطان مع قيادة المقدمة. وهذه شان حارب بن مغير بن سالم العميمي يتقدم في هذه اللحظات، يأتي بهذا الاندفاع. في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الذاير سعيد بن سليم بن عبد الله الجنيبي يقدم الذاير. اما المركز الثالث وصلت الظبي محمد بن مسلم بن هيا العامري يقدم الظبي على المركز الثالث. المركز الرابع وصول جديد هذه وصلت في هذه اللحظات. الجلندي بن مسعود بن محمد العامري يأتي بهذه الانطلاقات وبهذا الاندفاع الجميل مع هذا الانطلاق. وبن مرخان غادم مقدم لنا الصعب مشاهدي الأعزاء. هذه هجر شوف من الجانب الآخر تبدلت كل الأسماء. هجوم هاجمته الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. وبن قطامي يقدم غلا سالم بن محمد بن ثاني بن قطامي. الأمتار الأخيرة من الجانب الآخر راح الشاعر، ولكن هنا الذاير سعيد بن سليم بن عبد الله الجنيبي غيرت وعادت مرة ثانية. حرك يا الجنيبي. الأمتار الأخيرة ما شاء الله. شوف الذاير اسم على مسمى سعيد بن سليم بن عبد الله الجنيبي. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والنهاية الرائعة. المركز الثاني من وصلت فيه مشاهدي الأعزاء هجوم سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. المركز الثالث مناورة وصل حلت في المركز الثالث لخالد بن حمد بن حميد الجنيبي. المركز الرابع المراكز مع بن قطامي اللي حلت في المركز غلاء حلت في هذا الانطلاق. وهذا
الاندفاع لسالم بن محمد بن ثاني السويدي، والتوقيت الزمني نعود عموما على كل حال على شاشة التلفزيون مع مخرجنا 4:38 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، مالك الذاير سعيد بن سليم بن عبد الله الجنيبي، تهانينا لك على هذا الفوز. 4 دقائق المركز الثاني، 39.8 من الثانية. الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي اللي قدم هجوم المركز الثالث. نشوف الثالثة على شاشة التلفزيون، 4:42 والجزئين من الثانية من حلت في المركز الثالث، واتت هذه مناورة لخالد بن حمد بن حميد الجنيبي. تهانينا والناموس.